لان صار 11 اللي انا مش بقوله يبقى انا مقرر. لان صار 11 صاد 11 إلى بند 54 إلى بند 54 صاد 49 قرأ طبعا من بند 54 لغاية 52 النقطة اللي أنا شرحتها من شوية طبعا مرحبا ومهمة جدا. اخر حاجه في المحسوب كانت من رقم 2 صاد 279 من رقم 2 صاد 279 إلى بند 389 من رقم 2 صاد 279 إلى رقم 389 صاد 284 قرأ أنا وش كل ده ما لقي ده المحذوف والمقرر بالإضافة إلى ما كنت قد أعطيتكم سأقوم الآن بإعطاء فكرة عن السؤال العملي. أنا جرت عادتي السنين السابقة بس قبل ما أقول السؤال العملي أنا جات لي ورقة أنا أقول لك عن كل يعني ورقة هي جديرة بالنشر لأن صاحبها يقول أرجو من سيادتك إعطاء نصيحة لي الآنسات عند تقدم الشباب للزواج بكلنا أن يجعلنا المهر كبيرا لأن الشباب في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة جدا.
موضوع اجتماعي بالغ الأهمية وبالغ الحيوية ويحتاج إلى إظهار حكم الإسلام فيه. هو في الإسلام صحيح.